لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. لا السطل البحري بالصلصة الحمراء رح نحتاج لكابوريا بلح بحر، ورح نحتاج كلماري من أسماك، جمبري من أسماك، وكراب من أسماك. رح نحتاج لزبدة، معلقة كبيرة من الثوم المهروس، بطاطا مسلوقة وذرة مسلوق. ولا البهارات اللي رح استخدمها طبعا بوصفتي لليوم، رح نحتاج بروكلي، معلقة كبيرة من بهارات السمك، معلقة كبيرة بهارات مشكلة، ملح، أورجانو، بودرة ثوم، بودرة بصل، وعصير ليمون، صلصة بندورة من لونا، نص كوب عصير ليمون. أول إشي لازم أحكي لهم، زي ما أنتوا شايفين منتجات أسماك الموجودة عندي على الطاولة. أسماك هي أحدى منتجات مجموعة شعبان، متوفرة بكل الأسواق. الحلو بأسماك هاي المرة أنه شوفوا كيف تغير الشكل الجديد للباكيتات تاعة أسماك. منتج إماراتي خالي من المي، يعني لما تشتروه بتفكوا عنه التجميد تماماً وبتستخدموه. شوفوا قديه حلوين وأسعاره متناول الأيدي، شايفين قديش الغلاف تبعه مميز، فرح تقدروا تلاقوه في كل مكان. أنا مستخدمة اليوم من أسماك، تقدروا تستخدموا زي أنا مستخدمة جمبري لحال، تقدروا تستخدموا بلح البحر لحال، بس أنا اليوم الصراحة أسماك وفروا لكم ثمار البحر، تاخدوها سعرها متناول الأيدي، تستخدموها على طول زي ما رح نعمل الوصفة. أنا لأني حبيت أضيف كابوريا، او الكابوريا اللي هو ايش بنقول له احنا، ما بعرف غير كابوريا انا، لانه سلطعون 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 والله انا بفهم للنظر بكتشف اللي هو هذا. لحظه شايفينه اللي هو هذا سلطعون، هيثم سلطعون، ايوه شايفينه، انا بقول له كابوريا. كابوريا تمام. انا عندي هون ميه بتغلي بدنا عشان نقيم عنه الزنخه قبل ما نستخدمه بالسطل البحري. فكره السطل البحري انه هو عباره عن مجموعه من الماكولات السمكيه او ايش بنقولها، اسماك البحر او ثمار البحر، ناخذها بنحط عليها صلصه وبنحطها بالفرن، بعدين بنقدمها بسطل. راح احط انا الكابوريا. يا سلام تمام. بس هلا هو كله منظف جاهز؟ طبعا منظف وغاسلته بخل وليمون وتاركته مصفيته، انا تاركه عليه كمان ليمون عشان يضل ما بدنا اياه ياخذ اي شيء فيه زنخه. تمام. بس بتعرفي هيني قاعده عم بشوف معلومات، يعني بقول لك انه كثير الكابوريا بيقدر يفيد بالتقليل من المشاكل اللي ممكن تكون للمسلز، عشان هيك يمكن بنعمله كمان شوربه امتياز. مزبوط. بدخلوه كثير كمان بالصياديه، الناس الشوربه تبعته بياخذوها للصياديه، وبنحط زي ما بنسلق اي شيء. قد ايه يا امتياز مده السلق؟ قد ايه؟ بالضبط 7 لـ 8 دقائق بتغير لونه بقيمه. بكمل فيه الوصفة. أوكي. تمام؟ قدي قلنا 7 لـ 8 دقائق. هاي الكابوريا. أنا مستخدمة جمبري من أسماك، طبعاً مستخدمة الجمبري الجامبو، بدي أرجيكم شكله ولونه ومنظره، ومنظف جاهز، تاخدوه من الكيس وبتستخدموه على طول، شوفوا ما أحلى. شايفين ما أحلى، ما أحلى لونه؟ برجع بعد لكم إنه شوفوا كيف الغلاف تاع أسماك هاي تغير بهاي الطريقة، فخلص تاخدوه على السريع. خلينا نبلش نحضر الوصفه. انا بدي تنسلق الكابوريا، عندي الكلماري، الكلماري ما بياخذ وقت، بلح البحر ما بياخذ وقت، فما في داعي نسلقه ونحطه. انا رح استخدم الجمبري من اسماك. هلا اذا ما بدنا نستخدم، او اذا عندي كمان انواع جمبري كثير كبيره، بس لانه سعره كثير غالي، بس حبيت اورجيكم بالسطل البحري قديش اشياء ممكن لازم نحطها. عندي الجمبري هذا جامبو 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 كثير، هذا جامبو بقى خليني ارفع لهم وحده. بتعرفي انا بحبه هذا كثير، وهو بيكون مشوي. مشوي تقدروا تسلقوه كمان شوي عشان ناخذ من زنخته. انا مستخدمه الجمبري من اسماك، شايفين منظف جاهز. هذا بدكم تنظفوه، في ناس ما بتحب تشوفه بقشره زي ما هو هيك، اوكي، بحبوا يستخدموا من اسماك بهاي الطريقه، شايفين كيف؟ تمام. خلاص انا هيك حكينا كل شيء بدنا نحكي، انا عم بسلق كل الذره. خلاص خلينا ناخذها عشان بدي كل شيء يكون فريش. هلا انا اللي بدي احكي لك اياه امتياز، انه عن جد يعني انت عم بتقولي اليوم يمكن طريقه التقديم بهيك بالباسكت بالسله، يعني بشوي بيخلي الواحد ينجذب اكثر انه ياكل. بتعرف ساعات لما بتكوني بالبيت بتكوني زهقانه ومتململه، بتروحي على المطاعم بيضحكوا علينا بطريقه التقديم. على فكره بس صراحه طريقه التقديم شيء كثير مهم. يعني لما يتقدم هن فكرتهم انه قدميه بسطل، انه ياخذوكي بفكرهم للبحر، انه ماخذ السطل ونقعد على شط البحر ونلعب بالرمل، وهي الفكره الحلوه. يلا فيتامين دال، بس شو عم تاخذوه انتم؟ مش من الشمس، عم تاخذوه مباشره من الثمار. بالضبط. انا عم بتفرج على الكلماري، انت مش فاهمه، انا عم بستناكي نشوف شو بدك تعملي هلا. الكلماري رح احطه بالسطل البحري، بس ما بدي اسلقه. انا عندي هون زبده وكثير لازم ندخل الزبده والثوم بهاي الوصفه. رح استخدم معلقتين من زيت شعبان. اوكي تمام. اذا معناته انا في معلومه حفظتها من عند امتياز، بنحط احنا الزبده
مع الزيت شعبان عشان ما تنحرق الزبده صح؟ بالضبط. شوفوا عندي كميه ثوم كثير كبيره، لانه احنا بدنا نحط كل هاي الاشياء بكيس حراري اللي بفوت على الفرن. هيهم شايفينهم كيف؟ بدك تفتحي لي واحد عشان احنا رح نحط كميه كبيره. امسك لك يا. لا لا هلا كمان شوي بس اعمل الصلصه اللي رح نحط فيها كل شيء. بدك تلبسي جلافز انت عشان هلا الايدين. لا حول الله يا رب، بدي اطلع كمان ريحه ايدي سمك. لا هي بدي اقول لك البسي امتياز. ما في في وحده. طيب خلينا هاي التومة والزبدة. ايش تعرفي عن او ايش بتحبي بفكرة السطل البحري؟ انا صراحة بحس حالي بحبه كتير، لاني بحب مثلا جنبه يكون في ليمون، بس الليمون مش ليمون معصور وبس يعني. انا رح احط ليمون بنفس الصلصة او في التارتار صوص مثلا. في كتير كتير صوصات عم بتشوه يعني عارفة. خليني اورجيهم كيف لونه تغير. لا هو ما صلوا تقريبا 8 دقائق، بس شوفوا اللون كيف. شايفين كيف صار على اورنج؟ شايفين لسه لما يستوي بصير اورنج اكثر. تمام، شفتوا لما حطيناه كيف كان لونه وكيف هلا صار لونه. والله امتياز. شو خطر لك تعملنا اليوم ثمار البحر؟ صراحه اكتشفت انه كثير ناس عم تعمل هاي الوصفات وبتروح تاكلها. تمام، وبتدفع مبالغ كثير عاليه. أوكي. فانا جبتهم من اسماك، سعرهم متناول الايدي، موجودين في كل مكان، بكل مكان بدكم اياه، المولات كلياتها، وما راح يكلفوا شيء، وبتعملي كميه عن جد بتكفيكي. تمام، انا عندي هلا قلنا الزبده وحطينا عليها شويه زيت وحطينا عليها الثوم، بس هيك لتطلع ريحة الثوم بدنا نبلش نحط البهارات الموجودة عندي. يلا ايش عندي بهارات؟ أول إشي ملح، لأنه احنا حاطين كمية منيحة بدنا نحط كمية كويسة من الملح. عندي كزبرة ناشفة، بهارات شامة ريحة الجبدة مع الثوم. شامة حبيبتي، شامة شامة. أنت شامة الأسماك. وعندي هون فلفل أسود. عندي بهارات سمك وبهارات مشكلة. بهارات السمك فيها قلنا الكمون، فيها هيل، فيها شوي قرفة، في عندي هون هاي الكزبرة والكمون. هذا كله بالصوص هلا عم نعمل الخلطة، كله بالخلطة اللي رح نحطها فوقيها. وعندي أنا هون الشطة الحمراء وعندي بابريكا، بابريكا مدخنة عشان تعطينا نكهة مميزة. تمام؟ تمام. بدي أشوف إذا في عنا كمان كثير من الأشخاص، ممكن أنتوا على خلال صفحتنا الفيسبوك بتقدروا تسألونا. عبد الرحمن أهلا وسهلا فيك، أحمد علاوني كمان أهلا وسهلا، في عنا هلا أهلا أهلا، إيمان شكرا كمان لتواصلك. بدي أحاول أقرأ مجموعة كتير كبيرة، بس بحب أنكم تسألونا إذا في عندكم أي سؤال أو أي استفسار من أسئلتكم. امتياز، بدك ألبس الجلافز ولا أشلحه عشان تعرف بلا هلا بدي إياكي تبلشي نعبي. طيب أنا عندي هون من لونا صلصة البندورة. تمام، من لونا رح احطها عشان بدنا نخلي الصوص يصير احمر. طبعا حطيت انا تقريبا ربع كوب لنص كوب من الليمون. اوكي، ما تحطوا مي سوائل بالمره، لانه احنا الثمار البحريه بس نحطها هلا بكيس الشوي رح نسكر عليها، فشو بالتالي رح يصير؟ بتطلع ميتها. بتطلع ميتها، فما بدنا نحط ابدا سوائل. هاي الصوص الاول او الخلطه الاولى لهذا صارت جاهزه، احلى ريحتها. شايفين كيف؟ ما تصدقوا، ما تصدقوا يا جماعة. لا لا يصدقوا، بدي أرجع الذرة أسلقه. عندي ذرة وبطاطا، عندهم بروكلي المتوفر عندهم بالبيت بيقدروا يستخدموه. تمام، خليني أحط كمان حبات البطاطا هلا أكملها سلق. اللي بحبوه، إذا بحبوا يحطوه، بس هو بنحط بطاطا، بنحط ذرة، بنحط بروكلي، الأقرب لأولادكم لعائلتكم إنكم تعملوا. أنا هيك بالكيس؟ بدي أحطه بالكيس بس لأتأكد إنهم استووه. بدي قبل ما نطلع فاصل ونرجع أبلش أحط الجمبري، يعني أشكل من الثمار البحرية الموجودة عندي. أوكي أوكي، وأنتوا الكمية حسب أفراد الأسرة. أنا عندي هون جمبري رح أحط. تمام، والكلاماري لاحظوا إنه الجمبري أنا ما طبخته، ما سلقته، هذا الكيس رح يقعد 20 دقيقة بالفرن، فبالتالي زي الجمبري زي بلح البحر ما بتاخد وقت بالسوا. ما انا كنت بدي اسالك، طب مثلا بركي الجمبري بياخذ وقت اكثر من هلا؟ لا ما راح ياخذ وقت مع، لا بياخذ وقت تقريبا مع بعض، ما في داعي احطه ولا يعملوا كل هذا الحكي. بلح البحر بالعاده بياخذ تقريبا 8 دقائق، فخلص ما بنحتاج. عندي هون كلاماري كمان انا جايبيته من اسماك وقطعته. اسمعي لو تشوفوه ما احلاه، بيجي مو مقطع عشان تقدروا تحشوه. رح نعمل وصفه نحشي فيها كلاماري. الكلاماري كان زمان بالاردن مش كتير احنا بنستخدمه لانه مش متوفر، ومعظمهم بيستخدموه بس هيك بتحطيهم زي القرشلي 100% وبقلوه، بس هو لا بنحشى وبنعمل فيه كتير وصفات. طيب انا رح اخده احط كمان كلاماري هون. تمام، بهاي الطريقه.
أوكي. عندي هون بلح البحر. هلا شوفوا ما بدي اعقدها عليكم، هاي الاشي اللي انتم بتاخذوها في المحلات كلها بتستغنوا عنها بكيس ثمار البحريه من اسماك، اسماك 100%. وعندي هون ثمار البحر، هون عندي بتحبيه انت قلتي لي. طبعا. ايش قلتي لي له اسم؟ مسلز. مسلز انا بسميه بلح البحر. شكله على شكل بلحه. تمام. هيك خلص. اسمعي صوتهم كيف بخشخش، شايفه كيف؟ بيقدروا يحطوه لحالهم، بيقدروا ما يحطوه. هيك خلصت انا. أوكي. عندي الكراب. اوكي. بحبوا يحطوه بيجي جاهز برضه من اسماك، شايفين العلبه هلا انا حطيت لكم اياها. هاي كمان وحده بس بتقشروها بهاي الطريقه. شايفين كيف؟ هيك. بتحطي. اوكي. ما بتفلتيهم على بعض؟ لا ما بدي افلتهم لانه هن اوريدي مستويين، انت بتعرفي ما بياخذوا وقت. بحطهم بهاي الطريقه، بيتاكلوا بارد مع السلطه مع كل شيء. ولما نيجي نحطهم مع بعض مع حركتهم بالكيس شو بصير؟ بتفلفل. هلا حيتفتفتوا اظن 100%، او برخوا عن بعض 100%. فانا هيك خلصت كل هدول، وضل عندي بستنى الكابوريا. اموري تمام والله يا امتياز. شكرا. شغلتها انا يعني، غير انك شغلتيني يعني، انا جد بدي احكي عن منتجات اسماك بجننوا يعني. شوفي كيف النظافه، وعلى طول بسهوله عم بفك معي الكراب، عشان رح نعمل فيه سلطه كراب، وعم ادخله اصلا بالسطل البحري الموجود عندي. طيب انا بالفاصل ما عملت ولا شيء، بس عم بستنى كنت الذره والبطاطا انها تستوي، قلت لكم او ذره وبروكلي اللي بدكم اياه انتم، يعني اللي بيجي اقرب لقلبكم. خليني احط كم من حبه بطاطا، سلقتها نص سلقه بالاخر بعد ما استوى الذره، بس هحط حبه هون وحبتين هون. هيك الكيس اللي بدي اياه، الكيس هذا بكفي تقريبا 4 لـ5 اشخاص. تمام. وعندي الكابوريا انا اوريدي استوت، هيها راح احط وحده هون بهاي الطريقه. طلعوا بدنا نحاول نخلط كل شيء بهاي الطريقه. وعندي هون الثانيه راح احطها هون، هيها كمان هدول، وراح برضه احاول احرك كل الثمار البحريه الموجوده عندي. الصلصة يا توتو، بدي أرجع أذكرهم قبل الصلصة برقم تليفوننا. أنا شايف اليوم نشاطهم مش كتير، هلأ بنبلش نحرد إحنا ونزعل. بدي أرجع أذكركم إنه على 06-566-50-55 بتحكونا وبتبلشوا تقولولنا يعني شو أخبار الأكل البحري معاكم. وامتياز نازلة شغالة، عارفة إيش حبالي أسألك تحطي مثلاً؟ قوليلي مثلاً راس توم بالضبط؟ حطي راس توم طبعاً. شفتي كيف أنا بس أحب الإشي بتفنن فيه؟ السمك بحب كتير البهارات، وبحب كتير التوم، كتير كتير كتير. تمام؟ تمام. إحنا زي بنرجع حكينا، حطينا جمبري، حطينا كابوريا، حطينا بلح البحر، ثمار البحر من اسماك اللي بتحبوه انتو حطوه. انا عندي الصلصه الحمراء صارت جاهزه، انا هيني بس بحطها بالكيس. وبتعرفي بحس كمان كثير بحب الليمون. طبعا انا حطيت نص كوب بالصلصه، انت متخيله؟ نص كوب ليمون بالصلصه حطيتها. وهيك لما تضغطوه بالكيس، انا لاني هي غلبتني خلاص. امتياز امبارح تذكرتك على فكره المسويات، ما سكروا دنيكي؟ لا تذكرتيني بالخير ان شاء الله. يعني والله بالخير. ذكرناكي انا ورافد ابني الصغير امبارح. ايش قلت؟ خلص دراسه فجاه بقول لي قومي نروح على السوبر ماركت، قلت له يعني رافد هلا شوي حل عني ما بدي اروح على السوبر ماركت. قال لي شو؟ بيتنا فاضي بدنا نجيب اغراض من السوبر ماركت. طيب المهم رحنا، بتقولي هو ست البيت وانا صاحبه الاي تي ام بس. تمام. فبلش يقول لي هذيك اليوم انا شفت انتي بتحط هيك، وانتي بتجيب هذا الصوص، وبفاجئك اشترى صوص. بقدرش احكي ايش اسم الماركه تبعته طبعا، مش نعمل دعايه. وبفاجئك انك انت استخدمتيه باكله جاب، وقال لي هذا لازم تحطيه لانتي. قلت له شو؟ قال لي انتي انا اللي بدي اطبخه على فكره، بدك اياه روح اطلبه انت من انتي. واشتريته امتياز. جد اشتريتي؟ حتى هيك اسمعي بتقلبيه وبتعصريه، يعني عم بحاول اموه بس خلص. مره عملتيه انتي و هلا هو شاف اللون، هلا هو بيقول لي ماما هو هذا. انا بقول لك بالبريك بس يعني تذكرت شغله قديش انه فعلا الاولاد الصغار لما بتأثروا. طبعا لا، ولما كنا نحكي انا وياكي انه هل نقبل الزلمه يفوت على البيت يطبخ، يعني مثلا انا كأمه مش كثير فنانه بالطبخ وبمشي حالي تمشي، بس مثلا شوفي انا عندي واحد كثير بحب يطبخ ويشتري اغراض وبتبع ما شاء الله معاكم بالوصفات. واضح هي متابعه معي على الاخر الصراحه.
طب ما قال لك تجربي له هلا اي وصفه؟ انا لانه هذا الكيس انقطع. هلا هو يقول اللي بده اياه. المهم انا هلا بس المهم انا اجرب او ما اجرب الصراحه. هلا عندنا امتحانات يا امتياز، خلص شو مالها سندوتشه اللبنه. يعطيكي العافيه. انت من هدول الامهات انه يعني عندي امتحانات خلص ممنوع اطلع ولا اروح ولا اجي صح؟ لا بالعكس بروح وباجي وهم بيدرسوا لحالهم. اوكي. طيب انا بس بدي ان اقولهم لهون لانه بس انقطع معي الكيس وانا عم بعبيه. خلص بدي ادخلهم على الفرن. قد ايه بدهم يحتاجوا بالفرن هدول؟ قلتي لي 20 دقيقة. 20 دقيقة على حرارة 180. طيب انا بدي اشوف على الفيسبوك شو في عنا وابلش على الفرن عشان بلش الوصفة بعدها. يا سلام. بدون ولا اشي الكيس الحراري بدون ولا اشي. هو كثير سخون فبالبيت بدكم تديروا بالكم شوي. عم بقولوا لك الله اكبر على هالمنظر. يلا وهي السطل الثاني. انا كثير ما بقدر اقول لكم قد ايه سخن يعني شايفين ومستوي. البهارات ريحتها كثير حلوه. خليني امسح بس على الجوانب. انا تعطرت يا جماعه الخير. انا تعطرت. عن هذا اللي بصلصه البندوره بس صدقا صدقا ريحته بتجنن. ما في زنخه ما في ريحه لا كثير حلو. لا فعليا زي ما انت حكيتي بالضبط زي ما حكيتي كمان منتجات اسماك بتساعد على انه الواحد يقدر يعني يطبخ الشيء وهو مبسوط.